السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف ننتقل للوحدة السادسة. طبعا موضوعات الوحدة هي مصادر التشريع الإسلامي، الأحكام الشرعية، التدرج في التشريع الإسلامي، وخصائص التشريع الإسلامي. عندنا خصائص القرآن الكريم، هي تشمل ما يحتاج إليه الإنسان، حفاظ الله تعالى على التحريف والتبذير، المصدر الأول للتشريع الإسلامي. طبعا القرآن الكريم نزل مفصل لإطلاق الميراث ومجمل للصلاة والزكاة، هذه أحكام القرآن الكريم. كذلك الإجماع، عندنا تعريفه اللي هو الاتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور الحكم الشرعي، لم يرد فيه نص صريح عن القرآن الكريم. طبعا شروطه أن يستند إلى دليل شرعي غير مخالف للنص الشرعي، مثال عليه توريث الجدة اللي هو السدس. أن المقياس مفهوم إلحاق واقع لا نص له من حكمه بواقع ورد في النص بحكمها لتساوي الواقعتين، مثال عليها النهي عن البيع وقت النداء للصلاة الجمعة، يقاس عليه في الحكم الإيجار والرهان والنكاح في هذا الوقت. كذلك السنة النبوية، طبعا منفردة بالحكم، شارحة للقرآن، مؤكدة للقرآن، المصدر الثاني. الآن ننتقل إلى الأحكام الشرعية. رقم 1 الوجوب أو الفرض، رقم 2 التحريم، رقم 3 المكروه، رقم 4 الندب، ورقم 5 المباح. أولا نشرح رقم 1 وهي الوجوب أو الفرض. طبعا الفرض كفاية وفرض عين. فرض كفاية هو الواجب الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، مثل الصلاة على الميت والصلاة الاستسقاء ورد السلام. فرض العين هو الذي يطلب فعله من كل واحد ممن بلغ سن التكليف، وهي الصلوات الخمس، الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. كذلك هنا الندب، وهو الأمر الذي يثبت الله تعالى المسلم على فعله ولا يعاقب على تركه، مثل السواك. وكذلك المكروه هو نهي الله تعالى ورسوله عن أمر نهيه غير قاطع، مثل كراهية الفرد يوم الجمعة بالصيام. وكذلك رقم 4 التحريم، وهو ما ينهى الله تعالى ورسوله عنه المسلمين نهيا قاطعا، مثل تحريم الميتة وتحريم الربا. وكذلك رقم 5 المباح، وهو ما خير المسلمين بين تركه وفعله، مثل الأكل والشرب والنوم. كذلك التدريج في التشريع، عندنا أحكام. أولا مفهومها هو مراعاة أحوال الناس عند تشريع الأحكام الشرعية زمن تنزيله الوحي. كذلك التدريج في الفرائض، عند الصلاة ركعتين أقرأت في السفر زيلت في الحضر. الصيام اختياري، رمضان في مع التخيير، وفرض صيام رمضان. كذلك أحكام لم يشملها التدريج، اللي هي الشرك بالله تعالى وعبادة الأصنام والتقرب بالتذور عن العيون والقبور، وكذلك القتل بغير الحق. عند التدريج في المحرمات لم يأتي تحريما بدفعة واحدة، ولعلم الله سبحانه وتعالى مدى سلطانها على النفس، فقام بإعدادهم نفسيا وذهنيا لتقبلها، وأخذهم بقانون التدرج في تحريمها. عن الخمر، وهي التمهيد لتحريمها بيان أضرارها، وتحريم وقت الصلاة، وتحريمها تحريما قاطعا. كذلك عندنا هنا طبعا، أولا القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، كتاب حفظ الله تعالى من التحريف والتبديل. طبعا أحكام مفصلة كمواريث الطلاق، وأحكام مجملة كالشورى والعدل. حل النشاط الأول، هذا هو حل النشاط الأول. هنا تابع لحل النشاط الأول وأيضا النشاط الثاني. وهنا النقطة الثالثة مع حل النشاط الثالث، ورابعا كذلك. كذلك هنا الأحكام الشرعية وحل النشاط الرابع. وكذلك هنا التدرج في المحرمات وخصائص التشريع الإسلامي.
وفي هذه الصفحة عندنا حل النشاط الخامس والسادس والسابع والثامن كذلك. وفي هذه الصفحة الأسئلة المقالية، وهنا أعلل 5 و6 و7 مع الأنشطة اللاصفية. وكذلك هنا تابع، وهنا نقول تم بحمد الله، وأتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف التاسع لتعم الفائدة وأيضا الاشتراك في القناة، وشكرا لكم على حسن الاستماع.